الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وصاد القناد الذي يوصل في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين ومصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة النجراء وهمزة وعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وشائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل قلبنا شائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماهلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضينا إلا خديته ولا مريدا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير يا ذا الجلال والإكرام
والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا اللهم تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا الله واغفر لنا يا الله واعف عنا يا الله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانظرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فاجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالم قل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا يا خالق العوالم قل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامدد علينا من حماك الأمنع صرادقا من حل فيه يمنع اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا في كنبك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يذام اللهم إنا نبرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وذخيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائنا وعاصنا اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين وصديقين وشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة لقوم ظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من قسى الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعصم لنا من قسيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب دنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل شرنا على من ظلمنا، وانظرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا خذيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا خذيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والقاتم لما صرف، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا وتيسير، وتغلق بها عنا أبواب السر وتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، ونعم المولى ونعم النصير. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك، فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله.